انا بقول يعني ان انا فرحانه فرحه يعني محدش يحس بيها الا انا، حاسه ان انا اسعد واحده في الدنيا بجد. انا حبيت ان انا اشكر ربنا كده على العام كده هو يعني عشان اعوض الكلام اللي انا كنت بقوله عنه، والكلام اللي كنت بقوله لكم على العام وعلى الخاص، وعوض كل الكلام اللي انا كنت بقوله على سيدنا محمد. بجد اتكلمت كلام وحش جدا في حقهم بجد، فحبيت ان انا اشكرهم على العام كده زي ما اتكلمت عليهم على العام. وحبيت ان انا اشكر كمان الروم ديت وكل اللي فيها، كل اللي فيها بلا استثناء، الاستاذ وسام والاستاذ سلفي والاستاذ سكوربيوم والاستاذ صغر السلفي كله والدكتور تيتو كله، كلكم اشكركم كلكم. واشكر اختي خديجه اللي علمتني حاجات كثيره جدا، وامنيات وامه الله، وكلهم كلهم بصراحه كانوا في منتهى الذوق معايا، برغم ان انا قلت كلام كتير وحش قوي، فعلا قلت كلام كتير وحش قوي على الاسلام وعلى ربنا وعلى سيدنا محمد، وربنا يسامحني بجد، ربنا يسامحني. كمان عايزه اوجه رساله للاستاذ المسيحي اللي اتريق عليا لما دخلت وعايزه استفسر عن حاجات في المسيحيه، اتريق عليا وما ما بقاش عايز يرد عليا، سمعني بس كلام كده ملوش لازمه ومشى. قعد يقول لي انت جاهله، انت ما تعرفيش حاجه. عايزه افهمك بس يا استاذ يا اخويا المسيحي ان انا مش المفروض ان انا ابقى متعلمه تعليم عالي قوي يعني علشان خاطر افهم كلام ربنا. كلام ربنا دوت لازم يفهمه المتعلم والجاهل والفقير والغني، اي حد لازم يسمع كلام ربنا ويفهمه كده ويخش في قلبه على طول. فملوش لازمه ان انت تتهمني الاتهام ده، وربنا نور طريقك كده وتشوف الحق بعينيك كده هو زي ما انا شفته. وعايزه اشكرك على الاسلوب ده كمان عشان انت وضحت لي حاجات كتيره جدا فعلا يعني، بس انا هحتفظ بها لنفسي، انا مش هقول عليها علشان مهما حصل انا ماشي في ست المسيحيه وكل حاجه، لكن عمري ما هعيب فيها، وعمري ما هعيب فيك، ولا عمري هعيب في حد مسيحي، لان انتوا برضو ليكوا حق عليا، عمري ما هقول كلمه وحشه عليكم برغم اللي اتقال لي على العيب واللي اتقال لي على الخوف. انا برضو يعني هخلي محبه ربنا كده تفضل في قلبي، ومش هقابل حد يعني مش هقابل السيئه بالسيئه ابدا، هفضل عامله كده هو بالحزن على طول. طبعا انا يعني دخلت الروم عندكم من فتره واتكلمت وسمعت حوارات كتيره، بس انا ما اتكلمتش كتير يعني، اتكلمت بسيط قوي يعني، بس من غرابه اللي سمعته يعني ما قدرتش ارد، فضلت اسمع وبس، وقلت اسيب اخواني المسيحيين هم يردوا، هم اقدر مني في الرد يعني، هم هيردوا احسن مني، لاني مش هعرف ارد كويس. انا سمعت منكم كلام اول مره اسمعه في حياتي كلها، فازاي هرد؟ فقلت هم يردوا، هم هيردوا احسن مني. وحكيت لكم قبل كده عن نموذج انا تعرضت له يعني في المواصلات وكده، البنت المسلمه اللي حكيت لكم عنها من كام يوم، اللي شفتها بتقرا القران في الترام لصاحبتها، وكله سامع وكلنا سامعين ومحدش اتضايق ولا حد استنكر الكلام. ممكن يعني احنا كنا قاعدين في الترام في المحطه في العربيه بتاعه الستات، احنا عندنا العربيه لوحدها مخصوصه للستات، فدي قرت براحتها يعني وكده، وكله بقى يسمعها. فانا يعني بقيت ابص لها كده واستغرب، بقيت ابص لها واستغرب، قلت وانا اقدر اعمل زيها كده؟ انا اقدر امسك كتابي المقدس كده هو بشجاعه واقراه قدام الناس ديت من غير ما حد يفهمه غلط؟ اقدر اتكلم بشجاعه كده زيها؟ بقيت ابص لنظرات اعجاب الناس ليها واقول يعني انا ممكن امسك الكتاب المقدس بتاعي واقرا كده زيها، والناس تعجب بكلامي وتقول يا سلام على كلام ربنا، ده كلام ربنا ده جميل. وافتكرتكم ساعتها، افتكرتكم، افتكرت كل الكلام اللي انتوا قلتهولي هنا اهوت على الروم، على نشيد الانشاد وعن مجموعه من الاذكار، وافتكرت كل الكلام اللي بتتحاوروا فيه. حتى يوميها مش فاكره مين من الادمنز هنا قال لي روحي روحي البيت واقري نشيد الانشاد مع باباكي، قولي تعالى يا بابا نقرا مع بعض نشيد الانشاد وكده. انا ما عملتش كده وكبرت دماغي، قلت سيبك منهم يعني دول، سوري يعني، قلت دول جهله ما يعرفوش حاجه وما يعرفوش حاجه من التفسير، وعايزين وخلاص يشككوكي في دينك، عايزين يشككوكي في دينك بس، فايه يا بنتي ما تسمعيش كلامهم وخلاص خليكي في حالك.
لكن بصراحة يعني أول ما شفت البنت دي كلامكم على طول جه في دماغي وافتكرته على طول. قلت لا أنا لازم أقلد البنت دي. طلعت كتابي من الشنطة، كنت لسه راجعة من الكنيسة، كنت بسأل أبي على حاجة في الكنيسة، قلت هقلدها، قلت أقلدها أعمل زيها. أول ما طلعت الكتاب قدام الناس كده هوت حبيت أقلدها، ما قدرتش بجد، ما قدرتش خالص. يعني فتحت كده والكتاب، كنت مخططة على شوية حاجات كنتوا متكلمين معايا فيها، حاولت أقراها ما قدرتش أقراها، فلقيت لساني مربوط واتخرست كده وقفت في مكاني اتسمرت، ما قدرتش أتكلم، ما قدرتش أعمل زيها، بقيت عيط بس، ده اللي نزل عليا عياطه بس. بقيت واقفة في مكاني كده وبكلم يسوع أقول له ليه كده يا يسوع تحطني في الموقف ده؟ ليه كلامك يحرقني بالشكل ده؟ ليه ما اقدرش اقراه قدام الناس كلها كده؟ ليه اخاف يحسن يفهموك غلط؟ ليه اخاف انهم يفهموا كلام ربنا غلط؟ وليه كلام ربنا اصلا يتفهم غلط من اصله؟ ليه المفروض كلام ربنا يخش على القلب على طول؟ يعني كلام ربنا طالع من روح ربنا، كلام ربنا يطلع من الروح، المفروض يخش على الروح على طول من غير اغلاط ومن غير كسوف ومن غير حرج ومن غير ما استنى ان انا افهم الناس ديت معنى الكلام اللي بقوله ايه، لان ده كلام طالع من الروح، لازم يخاطب الروح. ما قدرتش اعمل كده، وما قدرتش اقرا قدام الناس. خدت بعضي ورحت على ابي في الكنيسه وقلت اساله على اللي بيحصل دوت، يعني يشوف لي حل، يعني ايه الاحساس الغريب اللي انا فيه دوت، انا مش عارفه انام. اشمعنى يعني اشمعنى؟ متخيلين لما تلاقوا حد من ديانة تانية غير ديانتكم محطوط في موقف أفضل من اللي انتم محطوطين فيه، وانتم في موقف صعب وتبصوا له كده هو تقولوا اشمعنى ده أحسن مننا؟ هو دينا في ايه يعني مكسوفين ان احنا نظهر على الناس؟ دينا في ايه؟ رحت كلمته وقلت له يا بونا انا عايز اسألك في حاجة دلوقتي مهمة. انا فتحت الكتاب المقدس في الترام قدام الناس وكان نفسي اقراه، وحكيت له الموقف بالظبط اللي انا شفته، وقلت له كان نفسي اقرا الكلام دوت زي ما البنت دي بتقراه. عند حضرتك تفسير يا ابونا؟ عندك تفسير؟ قلت له بشوف شيوخ كتير جدا يعني فاتحه المصحف وبتقرا منه كده بمنتهى الشجاعه في المواصلات وبصوت عالي، والناس بتبقى معجبه بالكلام، يعني حتى لو في حد واقف مسيحي ما بيتكلمش، بيرفع ويسكت عادي يعني، وما بتفرقش معايا يعني، حتى ما بيشمئزش من الكلام ويقول ايه الكلام اللي انا بسمعه دوت، بيسمعه عادي ويسكت وخلاص. تقدر انت يا ابونا تعمل زيه كده؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول نشيد الانشاد وتقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول ده واقف فقدايك مثل الحلال قدام الناس دي كلها كده هو؟ تقدر تتكلم وتقول سرورتك وبطنك وبطنك صبرت حنطه مسيجه بالسوسن وسجاجك كشفتي ضب توأمين زي ما بتقرا تعالى يا قليل؟ الكلام ده كله ليه له معنى روحي وله تفسير، ما بيتاخدش كده بالمعنى الظاهري اللي انت فاكراه، وانا عايزك تهدي كده. قلت له اهدى ازاي بس؟ يعني انا شايفه واحده من دين تاني غير ديني، انا بحسدها على اللي هي فيه، انا مش قادره اقلدها. تقدر انت تقلدها؟ افهم الكلام غلط ازاي ولا الناس يفهموه غلط ازاي؟ انا عايزاك بس تفهم وجهه نظري. مش هو كلام روح يا ابونا زي ما بتقول؟ المفروض يتكلم الروح. هو كده الكلام كده مش بيتكلم الروح، الكلام كده بيتكلم الشهوات، بيتكلم الشهوات والغرائز بس، لان هو كده مش بيتكلم الروح. ما دام هو ما دخلش على الروح يبقى ما بيكلمش الروح. انا مش كل واحد هقف اقرا عليه نشيد الانشاد يا ابونا هقف اقول له افهمني غلط، صديقي ليها معنى روحي وفخذيك ليها معنى روحي وبطنك ليها معنى روحي؟ ما ينفعش. قلت له يا ابونا الكلام دوت لو واحد سمعه عايزين ان احنا نبشره بالمسيح وسمعه عمره ما هيقبل الكلام ده، قلبه هيتقفل كده بالطبله والمفتاح كده وعمره ما هيقبل الكلام ده وعمره ما هيقبل المسيح مهما فسرنا له. تخيلوا يرد عليا يقول لي ايه كده؟ قال لي ما زعليش يسوع منك بس. فانا ما خدت منه الرد دوت، قلت له ابويا ماشي يا ابونا، انا ابويا مش هيعرف حاجه.